طلق زوجته طلقة واحدة ومضى على ذلك 6 أشهر، فهل يجوز له رجوعها بعد ذلك وما يجب عليه؟ هل يحرم عن رجوعها أم لا؟ ما حكم الشريعة الإسلامية في من طلق زوجته طلقة واحدة ومضى على ذلك فترة 6 أشهر، فهل يحق له رجوعها بعد ذلك أم يحرم الشرع رجوعها؟ إذا كان طلقها طلقة واحدة فيسمى رجعية، له مراجعتها ما دام في العدة. إذا كان طلقة واحدة ما قبلها شيء، طلقة واحد فقط، وهو قد دخل بها وقد خلا بها أو جامعها، هذه تسمى رجعية، فله أن يراجعها ولو بعد 6 أشهر إذا كانت مخرج العدة لكونها حاملا أو لأن الحيض تأخر عليها، ما جاءها الحيض 3 مرات، فله أن يراجعها. فإن كانت قد حاضت 3 مرات أو وضعت الحمل كانت حاملة حرمت عليه إلا بعقد جديد، يعني بثلاث جديد برضاها وأوليائها، كان له أجنبي إذا خرج من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد، شروطه معتبرة شرعا كسائر الخاطبين من غيره. أما ما دامت العدة لأنها حامل لن تضع أو لأن الشهور عدة الشهور وهي كبيرة السن أو ما تحيض ما مضت وهي 3 أشهر أو مضى عليها 6 أشهر لكن الحيض تأخر عنها ما يجي إلا الشهر مرة مثلا فتأخرت لها 3 فراجعها قبل بعد ذلك فلا بأس، فهو يراجعها ما دامت الحيضة 3 لم تنتهي ولم ترتفع منها تعدل طلبة تسأل عليه طلبة.